أعزائي وأحبائي، أهلا ومرحبا بكم في نشرة مرور صباح يوم الأحد الموافق 15 يناير لعام 2023، يوم الأحد بدء العمل الرسمي لكافة أجهزة الدولة الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا كافة المدارس الحكومية والخاصة والجامعات الحكومية والخاصة. كل هذا وزكب ينطلق في توقيت واحد يطلق عليه ساعات الذروة الصباحية، مما لا شك فيه أن الحالة المرضية بترتبط بالحالة الجوية نظرا لسوء الأحوال الجوية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، حيث تشهد الساعات الأولى من الصباح الباكر انخفاض شديد في درجات الحرارة، بالإضافة إلى سرعة الرياح حيث تصل درجات الحرارة إلى ما بين 9 إلى 10 درجة مئوية، بالإضافة إلى سرعة الرياح التي قد تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة. لذلك قامت الإدارة العامة للمرور من منطلق واجبها الوطني بتعزيز الخدمات المرورية على كافة الطرق السريعة وخاصة الطرق الزراعية والطرق المطلة على المسطحات المائية والطرق الساحلية، بهدف الارتقاء بالخدمات الموجودة بنفس الموقع لسحب أي كثافات مرورية، وبالتالي إرشاد قائدي السيارات بتعليمات الأمنية للمرور وخاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، بأن تكون السرعة هادئة وأن احنا نقوم بتخفيض السرعة حتى يمكن التحكم في عجلة القيادة، مع استخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفي بصفة مستمرة دون انقطاع لمنع تكون كتلة مائية على الزجاج تؤثر على الرؤية الجيدة. هذا بالإضافة أيضا إلى فتح الزجاج الجانبي للسيارة لتهوية السيارة من الداخل لمنع تكون كتلة مائية داخل السيارة تؤثر على الرؤية الجيدة. هذا بالإضافة أيضا إلى التزام بالحارة المرضية مع استخدام الأنوار الأمامية المنخفضة وأنوار الشبورة أثناء السير في مناطق الشبورة، أيضا استخدام آلة التنبيه عند الضرورة، وعدم الوقوف في مطالع ومنازل الكباري ومداخل مخارج الأنفاق حتى لا تسبب بقدر الله أي حوادث مرضية. تم تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الأعمال، سواء مناطق الأعمال الخاصة بوسائل النقل الأخضر ممثلة في قطار المونوريل بدائرة محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة، أو بالنسبة للخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق بدائرة محافظة الجيزة بشارع القومية العربية وشارع جامعة الدول العربية وشارع الهرم. أيضا تم تعزيز الخدمات بالنسبة لمناطق الأعمال أعلى الكباري وأبرزها كوبري 15 مايو اتجاه منزل محور 26 يوليو وكوبري أحمد عرابي المستحدث بالنسبة للقادم من إمبابة وبشتيل اتجاه شارع جامعة الدول العربية. أيضا تم تعزيز الخدمات بالنسبة للميادين المغلقة التي يتم تطويرها وعلى رأسها ميدان سفنكس بشارع جامعة الدول العربية. أيضا تم تعزيز الخدمات بالنسبة للأنفاق ولتشهد أعمال تطوير رفع كفاءة وأبرزها نفق اللواء باقي زكي بالتجمع الخامس بدائرة القاهرة الجديدة. خدمات أيضا موجودة على المسطحات الأرضية والتي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، وبالتالي تم تعزيز تلك المسطحات الأرضية بخدمات مرورية وعلامات إرشادية وعلامات تنظيمية، بهدف الارتقاء بالخدمات الموجودة بنفس الموقع لسحب الكثافات المرورية ومنع أي تراكمات مرورية. هذا بالتنسيق ما بين ورف عمليات المرور والخدمات الميدانية كل في دائرة اختصاصه حتى لا يحدث أي تراكمات أو كثافات مرورية خلال ساعات الذروة الصباحية ولحين تسكين الطلاب والتلاميذ في الجامعات والمدارس والموظفين في أعمالهم، وأيضا متابعة السادة المواطنين المحتاجين إلى تلك المصالح وكذلك القادمين من المحافظات الأخرى اتجاه القاهرة الكبرى ذهابا وإيابا لقضاء مصالحهم، بهدف منع أي كثافات مرورية قد تحدث وعلى مدار اليوم الكامل. تم تعزيز مناطق الأعمال بكاميرات المراقبة بهدف متابعة الحالة الميدانية بتلك المناطق والتعامل فورا مع أي كثافات أو تراكمات مرورية حتى يمكن سحبها من خلال الخدمات الموجودة مع تعزيزها بوحدات الانتشار السريع. أيضا تم تعزيز الخدمات المرورية على الكباري للتعامل مع أي أعطال مرورية وسحب تلك الأعطال إلى المسطحات الأرضية حتى لا تسبب أي نوع من الكثافات المرورية الموجودة في الشارع المصري وخاصة في ساعات الذروة الصباحية.
تم عمل اللازم أيضا بالنسبة لمنافذ ومخارج القاهرة الكبرى من حيث الخدمات المرضية، حيث تم تعزيز الخدمات المرضية بمنافذ القاهرة الكبرى لسحب الكثافات المرضية القادمة من الطرق السريعة ذهابا وإيابا، سواء الطرق السريعة الصحراوية أو الزراعية، مع إرشاد قائدي السيارات بمناطق الأعمال حتى لا تسبب أي كثافات مرضية بتلك المناطق. بحمد الله منذ الصباح الباكر لا توجد أي حوادث مرورية لها تأثير مباشر على الحركة المدنية، لحركة سير السيارات. المتابعة المدنية مستمرة على مدار اليوم الكامل، مع التنبيه على قيادي السيارات باتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وتنفيذ تعليمات وقواعد آداب المرور، وتنفيذ أيضا تعليمات رجال المرور الموجودين بمناطق الأعمال حتى لا تسبب أي تراكمات أو كثافات مرورية، مع إرشادهم إلى الطرق البديلة مع وجود العلامات الإرشادية والعلامات التنظيمية وكذلك الطواحين الهوائية الضوئية. دائما وأبدا في نهاية الفقرة المرورية بناشد السيد قائد السيارات الالتزام بقواعد وآداب المرور، التعاون مع رجال المرور. إن شاء الله رحلة سعيدة للمصريين.